عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجميع متابعينا، معكم قائد تحالف الفيتنام خليل. طبعا صديقنا عطاني على الحساب ألعب فيه، هو حساب كلان القائد. طبعا هو قائد التحالف يعني صديقنا، وأشكره أن أعطاني الحساب. على كل حال نوريكم معركة إن شاء الله تعجبكم ضد بعض من أصدقائنا. استواني وينها؟ طبعا هاي خسرتها بسبب انه شريكي نوب وانسحب من المعركة. هاي المعركة نوريكم اياها. الاول ضد هذا سجله 85% مع طحشة اوسمة، والثاني احمد فتحي لقطك، احمد فتحي من تحالف مملكة الظلام. طبعا الحين معكم قائد تحالف الفيتناميين خليل. كل حال نقول اكشن ونبلش المعركة. طبعا اثناء المعركة هنخليكم هيك شوي مع موسيقى، او نحكي نتكلم اولها بعدين بنشغل، او تعرفوا خلينا نخليها مع موسيقى بيكون افضل الى اللي. We'll be right back.
شباب، انا كنت بلعب اللعبة هاي بس كنت بحكي بالفيتنامي لان شريكي بفهمش اللغة الانجليزية، ما بيعرف يحكي غير فيتنامي، فعشان هيك كنت بحكي معه بالفيتنامي وانا لعبت اللعبة هاي. طبعا اتمنى اللعبة عجبتكم يعني زي ما تعرفون. طبعا لعبت قصة ازرق واحمر مشان الحساب مش الي، يعني بقدرش اصرف بستاد الذهب اللي فيه، اصلا عيب واحد يعطيني حساب ويثق فيه أروح أخلص له كل ذهباته. يلا سلام.